نقول احنا نتمنوا ان الاخوان اللي يجدوا هاد وحدايا هاد الصفحه الرسميه يتوفقوا ان شاء الله يوصلوا المعلومات للجماهير اللي كتطلب. وما كانش عندنا الثقه فيهم ما نختاروش بها كعبث. مرحبا بهم، كنتمنوا ان الله يوفقهم ويقدموا الاضافه للنادي. شو تبغي تقول للجماهير الوداد؟ انهم يثقوا في الفريق ديالهم وفي اللاعبين وفي الطاقم التقني ويساندوا في السراء والضراء، وان شاء الله الله غادي يوفق الجميع. الاختيار ديال عموته كيتسائلوا عليه بزاف الناس. هو الاختيار ديال الناخب الوطني اللي مجهود عليه بالدرايه ديال الميدان ديالو، اذا زعما كاين ما غيتسائل عليه حتى حد، غيتسائل عليه شنو السبب اللي غيخليه يتسائل عليه. توفق مع نادي الوداد، توفق مع انديه اخرى، وكنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله مع نادي الوداد. لا نستبقى ما سالاتش، باقي عندكم يعني تغييرات غتكون اللي غنشوفوا غيقدم الاضافه اكثر، حنا منفتحين على هذا. كنعاود ناكد بان حمزه خبان العلم ديالي انه لاعب ديال فريق الرجاء، علاش غندخل معنا؟ كيفاش لي انا غادي ندخل مع لاعب مرتبط بعقد مع شي نادي مع اللاعب؟ ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.